المتحدث العسكري نشر أمس فيديو بعنوان شرايين الأمل بيوضح حجم الإنجازات اللي حققتها الدولة المصرية في قطاع النقل. غايتنا تحويل الأمنيات إلى إنجازات، قادرون على صنع المعجزات. مستمرون في ملاحم العمل بخلق المزيد من شرايين الأمل. بخطى ثابتة تواصل مصر نهضتها الحضارية بموجب رؤيتها الاستراتيجية 2030 عبر إطلاق مشروعات النقل الجماعي الذكي الصديق للبيئة، يتقدمها مشروع القطار الكهربائي LRT. نقلة حضارية تليق بجمهورية جديدة وأمل واعي، ما كان ليتحقق إلا بسواعد مصرية وإرادة وطنية لقيادة سياسية. عندنا هدف إن قطاع السكة الحديد كقطاع نقل يساهم في حركة ونقل الإنسان. بنعمل رفع كفاءة المحطات، مفيش عربية قديمة، مفيش جرار قديم، السكة كلها تم رفع كفاءتها بأمكن، ثم ندافع إلى بقى التطوير عشان اللي احنا بنعمله. احنا بنعمل دولة إن شاء الله جديدة. يعني كانت بداية الحلم فكرة تبلورت عام 2016 حين أطلقت القيادة السياسية رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة، والتي شكل فيها قطاع النقل محور الارتكاز لإنجاز مشروعات مصر التنموية على اتساع الأراضي المصرية. كان لابد من توفير وسائل نقل جماعية حديثة آمنة سريعة لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة شرق القاهرة، والتي كانت تخدمها وسائل النقل التقليدية. قامت وزارة النقل بالتعاون مع أجهزة الدولة بالشراكة مع الجانب الصيني في إعداد الدراسات لإدخال أنسب وسيلة نقل جماعية لاستيعاب الزيادة في الكثافة السكانية وتوفير سبل الراحة للمواطنين. فكانت فكرة مشروع القطار الكهربائي بطول 103 كيلومترات ليبدأ من محطة عدل منصور المركزية ويمضي في مسار موازن لطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوية، ثم يتفرع جنوبا ليصل إلى العاصمة الإدارية، وشمالا بعد مدينة بدر وصولا إلى العاشر من رمضان. وحينما أعطت القيادة السياسية إشارة البدء دارت عجلة البناء، فتجلى عطاء كبرى الشركات المصرية والصينية بمعدلات تنفيذ عالمية وسط سباق محموم مع الزمن. أفق جديد تم فيه الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى للقطار الكهربائي والممتدة بطول 70 كيلومتراً وبعدد 12 محطة، تبدأ من محطة عدلي منصور المركزية والتي يتم فيها تبادل خدمة نقل الركاب بين 5 وسائل نقل، هي القطار الكهربائي الخفيف LRT والخط الثالث لمترو الأنفاق وخط سكة حديد القاهرة السويس والسوبر جيت والأتوبيس الترددي BRT. وتنتهي المرحلة الأولى بمحطة الثقافة والفنون لتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل. يتحرك القطار في مسار معزول بأسوار من الجهتين لضمان تأمينه أثناء الحركة، حيث تم إنشاء 7 كباري لمسار القطار بطول 6 كيلومترات و4 كباري للسيارات لحل مشكلات التقاطعات مع المحاور والطرق الرئيسية بإجمالي أطوال 5 كيلومترات. كما تم تنفيذ نفقين لمسار القطار بطول 500 متر ونفق واحد للسيارات، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 6 كباري للمشاة تيسيراً لحركة الركاب. وانطلاقاً من رؤية مستقبلية، فقد صممت المحطات لاستيعاب الاحتياجات السكانية للتوسعات العمرانية المتوقعة بالمدن الواقعة على مسار المشروع، حيث تتراوح مساحة كل محطة ما بين 6000 إلى 10000 متر مربع منفذة على دورين
أحدهما لمسار القطار والآخر لصالة التذاكر والمعدات الفنية، ومزودة بأحدث أنظمة مكافحة الحريق والمراقبة، وتشمل كل منها ساحات انتظار للسيارات تسع حوالي 800 سيارة، فضلاً عن سلالم ثابتة تتراوح بين 15 إلى 18 سلماً ومن 10 إلى 12 سلماً كهربائياً، بالإضافة إلى 5 مصاعد داخل المحطة الواحدة. كما تم مراعاة احتياجات القادرون باختلاف، حيث تم تنفيذ ممرات دخول وخروج مخصصة داخل المحطات ودليل سمعي على الأرصفة، وتم تركيب شاشات مضيئة توضح مسار الرحلة ونظام إذاعة داخل العربات للإعلام عن المحطات القادمة، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة. كما يضم المشروع ورشة بمدينة بدر على مساحة 77 فدانا تضم 26 مبنى مجهزا بأحدث المعدات التقنية لأعمال الصيانة والعمارات التي يتم إدارتها من خلال مركز التحكم الرئيسي OCC للتواصل المستمر مع المحطات لمراقبة كافة التحركات وحركة القطارات، والبالغ عددها 22 قطارا كهربائيا تبلغ سرعتهم التشغيلية القصوى 120 كيلومترا في الساعة، بوسعها نقل 500 ألف راكب يوميا. وتستغرق رحلة الوصول من محطة عدلي منصور المركزية إلى العاصمة الإدارية أقل من 50 دقيقة، ومن المقدر أن تصل الطاقة الاستيعابية فور الانتهاء من مراحل المشروع لنحو 1,000,000 راكب يومياً. 60,000 عامل تجاوزوا تحديات العمل رغم جائحة كورونا، حيث أمضوا نحو 150,000,000 ساعة عمل لكي يكتمل هذا الأمل، وبسواعد شباب مصر الذين تم تدريبهم بجمهورية الصين الشعبية لثلاث سنوات على قيادة القطارات وأعمال الصيانة والتشغيل لجميع الأنظمة والمعدات الكهروميكانيكية والأجهزة التي تم توريدها عبر أكثر من 2,100 حاوية على متن 25 سفينة شحن بحري و50 رحلة شحن جوي، مع بدء تسلسل المخطط الزمني. وللأرقام أن تختزل حجم هذا الإنجاز الهائل، حينما نعلم أن 15,000 معدة هندسية قد شاركت في أعمال التنفيذ، وأن 4,000,000 متر مكعب هي ناتج إجمالي أعمال الحفر والردم، 100,000 طن من الحديد، 650,000 متر مكعب من الخرسانة المسلحة، 300,000 فلنكة، وأكثر من 1,000,000 متر كابلات ألياف ضوئية لتنفيذ أحدث أنظمة الإشارات لتسيير حركة القطارات التي تعمل بشبكات لاسلكية، مؤشرات تعطي فكرة موجزة لضخامة حجم هذا المشروع القومي. كل ذلك بالإضافة إلى تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال مراحل الاختبارات المختلفة لكافة أنظمة تسيير القطارات، والاعتماد على كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة لإصدار شهادات الأمان لأنظمة التشغيل المختلفة للمشروع، حيث تم اختبار جميع القطارات أثناء فترة التشغيل التجريبي، إلى جانب التنسيق مع وزارة الكهرباء لإنشاء أول محطتي كهرباء تعملان بمحولات جر كهربائي AC. ويبلغ الجهد الخارج من المحطتين 27.5 كيلو فولت لتغذية القطارات و20 كيلو فولت لتغذية المحطات والمباني الخدمية. وما زال العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تمتد جنوبا من محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية بطول 18 كيلومترا ونصف الكيلومتر، وبعدد 4 محطات لتحقق تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول للقطار السريع والممتد من العين السخنة حتى مطروح. ويتواصل العمل بذات الوتيرة المتسارعة لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والممتدة شمالا
من محطة مدينة العبور الجديدة وحتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كيلومتراً. مشروع عملاق يفتح المزيد من الآفاق التنموية ويلبي احتياجات التجمعات العمرانية شرق القاهرة. أفق حضاري تنموي جديد يجسد المعنى الأمثل لوسائل النقل الكهربائي الذكي الآمن، ويعبر عن التزام مصر بالحفاظ على البيئة في إطار قيادة جمهورية مصر العربية لمؤتمر المناخ. هكذا يعلو البناء ليمتد الرخاء فيشمل كافة الأرجاء عبر المزيد من شرايين الأمل.